قل لفيرانيكا أن يحضروا لنا بعض الماء، لقد جفت حلوقنا ونحن نقف في وجهكم. سأجعلك تلعق الطين العالق في حذائي، هذا أكثر ما تستحقه. لنرى إن كنت ستستطيع قول هذا عندما أضع سيفي في كبدك. أين هو عثمان؟ هل هو بخير يا بامسي؟ يتكلم مع بالغاي، يبدو أن بالغاي يريد شيئا من عثمان. بندوس، كيف حال القبيلة؟ إنها في مكانها، ولكن شرفها قد سوي بالأرض. في الواقع لا أعرف كيف سنعيش مع هذا القضاء الأسود. اخرس وتحرك. هيا تحرك. هيا ولن نتوقف حتى نجعلهم جثثا تحت أقدامنا. إن اضطر الأمر سنذهب نحن إلى عثمان، لذا افتحوا أعينكم جيدا. حاضر سيدي. أنتم انتظرون هنا. آه!